أحسن الله إليكم. أم أنس تسأل عن الزيادة يا شيخ على 3 في الوضوء من غير تعمد، هل يبطل الوضوء؟ الوضوء لا يبطل، ولكن الزيادة على 3 لا تجوز لأنها بدعة، لكن لو فعلها الإنسان ناسيا لا حرج عليه، أو أنه ما تأكد أنه أتى ب3 غسلات وأتى بهذه الغسلة باب الاحتياط والخروج من الشك فلا بأس بذلك. أما إذا فعلها متعمدا وهو يعلم أنه أتى ب3 هذا بدعة ولا يجوز. نعم.